معنا من بون الألمانية جاسم محمد، مدير المنتدى الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبار. أهلا بك معنا جاسم. بداية، هل فعلا يمكن القول أن داعش في سوريا والعراق قد تم تدميره، أم أن الخلايا المتبقية له قادرة على إعادة إحيائه من جديد في تلك الدول؟ لا يمكن القول بأنه تم تدمير أو القضاء على تنظيم داعش، سواء كان في العراق وكذلك سوريا. خاصة الحالة السورية ربما لها مشهد خاص يختلف كثيرا حتى عن المشهد العراقي. إطلاق تصريحات من هذا النوع بأنه تدمير أو القضاء على التنظيمات المتطرفة ضمن سقف معين وقعت به، يعني كخطأ وقعت به سابقا في العراق قوات التحالف الدولي وكذلك الحكومة العراقية، فأجد أنه إطلاق تصريحات بأن القضاء على هذه الجماعات المتطرفة هو صعب جدا. هذه الجماعات إن كان هنالك أي جهد عسكري بالقضاء عليها فبالتأكيد أنه هذه الجماعات ممكن أن تنشط، لكن بالتأكيد قوتها سوف تكون أضعف. نعم نعم طيب، يعني مخاوف الرئيس الروسي من قدرة داعش على تنفيذ هجمات خارجية جديدة، هل هي في مكانها أم أن قدرة داعش الهجومية في الخارج انخفضت بشكل كبير؟ الحقائق الموجودة خاصة تنفيذ عمليات من قبل تنظيم داعش في أوروبا والغرب وحتى في روسيا تراجعت كثيرا منذ النصف الثاني من عام 2017، لكن أجد أنه توقيت تصريح الرئيس الروسي بوتين جاء هذا اليوم مع انعقاد المؤتمر السابع للأمن في موسكو، وكذلك أنه موسكو تبحث إلى إيجاد تعاون دولي في قضايا مكافحة الإرهاب خاصة مع الغرب، الولايات المتحدة وكذلك فرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي. فإذا الهدف منه هو لغرض إيجاد التعاون مع أطراف دولية فاعلة في مكافحة الإرهاب. طيب أستاذ جاسم، يعني كيف لعبت عمليات ملاحقة داعش الاستخباراتية في الدول الغربية في التصدي للكثير من الهجمات التي كان داعش ينوي القيام بها؟ الجهد الاستخباراتي التي بذلته خاصة دول أوروبا تحديدا باعتبار أوروبا كانت ساحة مفتوحة إلى هذه الجماعات، نلاحظ أنه عام 2017 وكذلك الآن في عام 2018 انتزعت أجهزة الاستخبارات عنصر المبادرة لهذا التنظيم، وهذا التنظيم تراجع كثيرا ليس ميدانيا فقط ولكن حتى على مستوى الدعاية المتطرفة تراجع. فإذا العنصر الرئيسي هو الجهد الاستخباراتي في مواجهة هذه الجماعات أكثر مما يعتمد على عنصر المبادرة التي يستطيع أن يقوم به تنظيم داعش والجماعات المتطرفة بالتنفيذ عمليات إرهابية. نعم أستاذ جاسم محمد، مدير المنتدى الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبار، كنت معنا من بون الألمانية عبر سكايب، شكرا لك جزيلا.